الذي قدمه شعبنا العزيز يعبر بصورة واقعية عن مدى الشعبية التي يتمتع بها السيسي رغم صعوبة التحديات على المستويات المختلفة. إن المصريين في كل المحافظات بيدشنوا تاريخ جديد لمصر وبيدوا رسالة واضحة بإن من يعمل بجد وإخلاص وتفاني من أجل هذا الوطن سيظل حاضرا في عقول وقلوب المصريين. قلنا إن احنا نطور شوية من الفكرة وناخد الموضوع بتاع الاستمارات ونحط موضوع النقاط الأساسية سواء مكافحة الإرهاب والاستمرار في ريادتنا في والتعامل مع المشروعات بتاعتنا والاستكمال فيها استكمال ملف التعليم واستكمال ملف محاربة الفساد. بدأنا في الاستمارات، جاء متطوعين، المقرات ابتدت تزيد شويتين ثلاثة. احنا كنا يعني في الأول عايزين 27 محافظة ب 27 مقر، النهاردة احنا بنتكلم في فوق 168 مقر موجودين على مستوى الجمهورية. بالتالي بس أكد احنا مش بنتكلم على أرقام محددة دلوقتي غير الرقم اللي عندنا، احنا في المرحلة اللي احنا فيها اللي هو الرقم اللي تجاوز 3 مليون احنا بنتكلم فيه. أعتقد إن المرة الجاية هيكون في إعلان على حاجة تاني بأرقام تانية. طبعا الأداء واضح جدا إن هو كل شوية بيتحسن وبيرتقي، المشاركة بتزيد جامد جدا. اول ما ننتهي منها هنبتدي نخش في المرحله اللي بعد كده من الحمله اللي نقدر من خلالها يعني نشوف الموقف هيبقى عامل ازاي. فاضل لنا توثيق الاستمارات اللي تم جمعها، وده هيجري التنسيق مع وزاره العدل حيث ان الاستمارات تحمل الرقم القومي للمواطن. فعندما تصبح الأوراق سليمة 100% ويتم التأكد من سلامتها وصحة بياناتها هنقوم بتصديق الاستمارات توثيقها وتسليمها لوزارة العدل لتسجيل الرقم اللي توصلنا إليه.